رأى أحد الملوك في المنام أن كل أسنانه تكسرت، فأتى بأحد مفسري الأحلام فقص عليه حلمه. فقال المفسر: أمتأكدا أنت؟ فقال الملك: نعم. فقال له: هذا معناه أن كل أهلك يموتون أمامك. تغير وجه الملك وغضب غضبا شديدا وأمر بسجن الرجل، ثم أتى بمفسر آخر فقال له نفس الكلام فأمر بسجنه أيضا. فجاء مفسر ثالث فقص الملك له الحلم، فقال المفسر: مبروك أيها الملك. قال الملك: لماذا؟ فقال المفسر مسرورا: تأويل الحلم ستكون أطول أهلك عمرا. فقال الملك: هل أنت متأكد من هذا؟ قال: نعم أيها الملك. سر الملك بهذا التأويل وأكرم المفسر بمال وفير. العبرة يا عزيزي، كلهم فسروا الحلم نفس التأويل، إلا إن المفسر الثالث أحسن إخراج الكلام. فمن الطبيعي إذا كان الملك أطول أهله عمرا فإنهم سيموتون أمامه، لذلك انتقي كلماتك بدقة وانتبه على كلماتك قبل أن تتفوه بها، فنفس المعنى قد يخرج بألفاظ متعددة، قد تغير كل تفاصيل حياتك. ختاما، صل على النبي في التعليقات واكتب شيء تؤجر عليه.